ونحن نتحدث عن ذكريات حرب ونصر أكتوبر 73، واليوم في ذكرى الشهيد يوم 9 مارس 2020 نتحدث عن العسكرية المصرية وما نعرضه الآن، الطائرة سوخوي 20. الطائرة سوخوي 20 طائرة سوخوي 20 كما نشاهد، طائرة ضخمة تحمل خزانات وقود إضافية خارجية، يتغذى المحرك من خلال مأخذي هواء في مقدمة الطائرة. طاقم الطائرة السوخوي 20 أربع أفراد، الطاقم أربع أفراد، وزنها 31 طن، طولها 6750 ملم، ارتفاعها 2600 ملم. الطائرة السوخوي 20 هي طائرة الهجوم الأرضي والاستطلاع، وهي ثمرة تطوير سوخوي 17، انتشرت في بلدان كثيرة حيث انتج منها سوخوي 17 و20 و22 و1900. حلق النموذج الاول منها في اغسطس 1966، يبقى النموذج الاول من سوخوي 20 حلق في 1966، وظهرت في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وتستخدمها أسلحة الجو في يبقى الطائرة سوخوي 20 تستخدمها معظم أسلحة الدفاع الجوي في معظم البلدان. طائرة سوخوي 20 من صناعة شركة سوخوي الروسية، تتميز بجناحين متحركين وزعنفة واحدة، جناحين متحركين وزعنفة واحدة. شكرا على حسن المتابعة، إن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر.